فضيحة دبلوماسية. الجزائر الرسمية بعد حذف دولة اليمن من خطاب تبون خوفا من الإمارات والسعودية. ومن هذا المنبر أدعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع في أقرب الآجال واعتماد قرار ينادي من خلاله بصفة رسمية إلى الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية عبر العالم لا سيما في ليبيا دون إغفال الأوضاع في الأراضي التي تعيش تحت الاحتلال كما هو الحال في فلسطين والصحراء الغربية. أكيد أن أغبى واحد فينا وفي العالم سيعرف أن هذا الكلام لا يمكن أن يصدر إلا عن الجزائر الرسمية بزيها العسكري كأسطوانة مخدوشة تعزف دائما في كل اللقاءات والمحافل الدولية، آخرها قبل يومين اللقاء الافتراضي لدول عدم الانحياز. أنا أيضا أتوجه إليك من خلال هذا المنبر الإعلامي الحر لا للحديث من جديد عن منثوب صراخكم المرتفع جدا هذه الأيام تجاه بلدنا. ففي الرد الدبلوماسي الرذي لوزير خارجيتنا كاف ومناسب حسب سياق اللحظة، لكني لاحظت بعد الاطلاع على خطابكم والمنشور بالكامل على الصفحة الرسمية لوكالة الأنباء الجزائرية وعبر الفيديو الإشارة إلى اليمن كإحدى الدول التي طالبتم بإيقاف العدوان عليها، وبعد ساعتين من ذلك، نعم ساعتين فقط، يتم حذف دولة اليمن بالمرة في الخطاب بشكل نهائي، مما يعتبر بالفعل فضيحة دبلوماسية وأخلاقية حسب الأعراف والتقاليد الدولية، إلى درجة أن بعض الجرائد اليمنية نوهت بهذا الموقف البطولي لبلد المليون شهيدة. ولم تدم للأسف هذه الفرحة طويلا حتى اكتشف العالم بأن الجزائر الرسمية العسكرية فقدت استقلالية قرارها السيادي بالكامل وأصبحت ألعوبة في يد الإمارات والسعودية الدولتان المشرفتان على العدوان الغاشم على دولة اليمن. ساعتان فقط كانتا كافيتان كي يتغير موقف رئيس دولة تبجح قبل أيام برفضه القرض الخارجي حفاظا على استقلالية القرار السيادي وتحصنا من أي ضغط خارجي، والحال أنكم في أول منعرج سقط قناع هذه الوجوه الجاثمة على بلد الشهداء والأحرار، بل دأبوا على إهانة دمائهم الطاهرة. ساعتين فقط أظهرت للعالم أن جنرالات الجزائر أسود من ورق لا غير. أما مسألة المواقف والانتصار لقضايا الشعوب العادلة فهي فقط للاستهلاك المناسباتية، بدليل أن الجزائر الرسمية تستحضر دائما القضية الفلسطينية لكنها لا تجد أدنى حرج في الانضباط حد الخضوع المذل لدولتين يطبلان لصفقة القرن وخاصة الإمارات العربية المتحدة، مما يعطي الانطباع على أن الجزائر اليوم مستعدة لتغيير موقفها من القضية الفلسطينية في أقل من ساعتين إذا تحرك الهاتف الخليجي، بل كل مواقفها السابقة واللاحقة إلا الموقف من المغرب ومن مصالحه الاستراتيجية والوجودية. فالأمر لم يعد موقفا بل مرض خبيث أصاب هذه الطغمة العسكرية شفاهم الله منه في هذا الشهر الفضيل. أما الآن وأنتم بهذا الضعف والوهن كبيت العنكبوت حتى أن دويلة تدخلت في تغيير مواقفكم، فلن يزيد ذلك إلا توسيع هذه العزلة الدولية مقابل الاحترام والتقدير للمغرب ولمواقفه الواضحة داخل الساحة الدولية المنتصرة لمبادئنا بكل ارتياد التاريخية والحضارية والإنساني. ويكفي التأمل في خطاب الخليج لعاهل البلاد بالرياض أبريل 2016، إن المغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد، ثم يضيف فالوضع خطير خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف ومحاولة الطعن من الخلف، هو الفرق بين دولة ذات سيادة وبين جارتنا للأسف، حيث يتم إهانة تاريخها التحرري وبهدلتي عبر سلوكات ومواقف هذه الطغمة العسكرية الانكشارية. بقلم يوسف غريب لجريدة الجزائر تايمز.
هاجمت جبهة البوليساريو الانفصالية تصريحات وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال كلمة أثناء الاجتماع الذي نظمته حركة بلدان عدم الانحياز مؤخرا عبر تقنية الفيديو. ووصفت الجبهة في بيان صادر عما تسميها بوزارة الشؤون الخارجية تصريحات الوزير بوريطة بالاستفزازية، معتبرة أنها جاءت ردا على ما وصفته بالخطاب التاريخي الذي ألقاه فخامة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، والذي أكد على ضرورة إنهاء الحروب والاحتلال، مطالبا مجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤوليته بهذا الخصوص وفق بيان المرتزقة. وكان الوزير ناصر بوريطة قد قال في كلمته خلال نفس القمة إن دولة مجاورة تواصل تغذية الانفصال بالرغم من الظروف الاستثنائية الحالية وتحويل موارد ساكنتها لفائدة مبادرات تروم زعزعة الاستقرار الإقليمية. وأعرب بوريطة في كلمة ألقاها باسم المملكة المغربية عن أسفه لاستمرار دولة مجاورة على الرغم من الظروف الاستثنائية الحالية في تغذية الانفصال، وذلك في خرق للمبادئ المؤسسة لحركة عدم الانحياز. وأضاف في إشارة لإثارة الجزائر لقضية الصحراء المغربية خلال هذا الاجتماع أن هذه الدولة وعوض أن تستعمل مواردها لتحسين الوضعية الهشة لساكنتها في سياق جائحة كوفيد-19 تعمل على تحويل هذه الموارد بهدف زعزعة الاستقرار الإقليمي. أعلنت يوم الجمعة مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة بشراكة مع لجنة طبية مكونة من فريق من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة وكذا طبيب عسكري من المصلحة الطبية للقوات المسلحة الملكية المغربية عن اختراع جهاز طبي ذكي للتنفس الاصطناعي متعدد الوظائف. هذا وقد تم إنجاز النموذج الأولي لهذا الجهاز برعاية المجموعة السكرية المغربية كوسيمار، حيث سيتم تخصيصه لمختلف المراكز الطبية التي تستقبل الأشخاص الذين يعانون من صعوبات في التنفس. وقد تم إيداع براءة اختراع جهاز التنفس الاصطناعي الجديد على مستوى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وفور إنهاء إنجاز الإجراءات اللازمة للحصول على شهادة المطابقة من طرف السلطات المختصة سيتم إنتاجه وتسويقه من طرف شركة مغربية. وجاءت مساهمة كوسيمار في هذا المشروع المغربي من الناحية الفكرية والتمويلية بهدف مساعدة الأطباء في مواجهة الوباء القاتل فيروس كورونا كوفيد-19، ومن المنتظر في الأسابيع المقبلة المرور لتصنيع جهاز التنفس الاصطناعي الذكي ليوزع في جميع الجهات والمستشفيات. جدير بالذكر أن هذا الاختراع المتمثل في جهاز التنفس الاصطناعي سيركوس هو من صنع وتصميم مغربي 100%. لم تتني الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر منها بلادنا بسبب تداعيات جائحة كورونا الحكومة المغربية عن مواصلة تحضيرات لإطلاق أشغال تجهيز الخط السكاكي الفائق السرعة الثاني، والذي من المنتظر أن يربط بين مدينتي مراكش وأكادير. فقد جرى يوم الخميس نشر مرسوم بالجريدة الرسمية خاص بتحديد قطعة أرضية من الملك الخاص بالدولة من أجل تشييد محطة TGV الجديدة بمدينة أكادير. القطعة الأرضية المختارة تبلغ مساحتها الإجمالية أزيد من 16 هكتارا وتقع بالحي المحمدي بالمدينة، حيث أصبحت الآن تحت التصرف المباشر للمكتب الوطني للسكك الحديدية. للإشارة، فإن صفقة الخط الثاني للقطار الفائق السرعة تتنافس عليه بشراسة كل من فرنسا والصين، حيث يعول ماكرون على العلاقات السياسية المتميزة التي تجمع البلدين للفوز بالمشروع، بينما قدمت تنين الصينية عرضا بتكلفة مالية وقرض بامتيازات كبيرة لتمويل المشروع.
كشفت جريدة الكونفيدنسيا الإسبانية أن إسبانيا قررت تخفيض وارداتها من الغاز الجزائرية وتفضيل الغاز الأمريكي بسبب تراجع الأسعار، ما قد يؤدي إلى تبعات سياسية هامة منها فقدان الجزائر تأثيرها الجيوسياسية في العلاقات مع هذا البلد الأوروبي وآخرين. وكتبت الجريدة في مقال بعنوان إسبانيا تتخلى عن الغاز الجزائري بسبب الأسعار الرخيصة للغاز الأمريكي، أن إسبانيا قد تغير من استراتيجية واردات الطاقة ومنها الغاز، وتشكل الجزائر ومنذ عقود المصدر الرئيسي للغاز الذي تستورد إسبانيا من الخارج وكذلك بعض الدول الأوروبية، ويوجد أنبوبان لضخ الغاز، الأول يعود إلى التسعينيات ويضخ الغاز من الجزائر عبر الأراضي المغربية ثم مضيق جبل طارق في الجنوب الإسباني، والثاني ينطلق من شواطئ غرب الجزائر نحو منطقة ألميريا جنوب هذا البلد الأوروبي. وكان الغاز مصدر توتر في الكثير من الأحيان بين الطرفين بسبب الأسعار أو توظيفه من طرف الجزائر كسلاح سياسي في مخاطبة إسبانيا، لا سيما بعدما أرادت روسيا إنشاء ما يصطلح عليها أوبيك الغاز لجعل أسعاره موحدة مثل البترول. ومنذ شهر مارس الماضية بدأت الشركات الإسبانية تستورد الغاز من الولايات المتحدة وروسيا عبر السفن لأسعاره الرخيصة، وتعد تكلفة نقله أقل بكثير من الغاز المستورد من الجزائر عبر الأنابيب. وتبرز الجريدة الإسبانية تفضيل الشركات المستوردة رغبتها في التخلي عن جزء هام من الغاز الجزائري لأن هامش الربح أكبر عندما يتم الاستيراد من روسيا والولايات المتحدة. ومنذ مارس الماضي أصبحت الولايات المتحدة هي المصدر الأول للغاز لإسبانيا وأزاحت الجزائر التي تحتل هذا المركز منذ أكثر من 3 عقود.